النهارده هنتكلم على 12 برج مع دكتور نيفين. برج الحمل اكتر شيء تركيزاته على الشركات اللي بيشتغل فيها. كوكب الزحال قاعد ببيت الحوت عامل له مشاكل. الكوكب المهم اللي عم بيلعب دوره كتير هو كوكب المريخ ومعاه الشمس. ايه الفرق بين العين والحسد؟ هو الانسان لما بيكون عنده طاقه سلبيه بيشوف الدنيا بطريقه فيها غمام. نورة بتسأل عن الارتباط والصحة. عايزة أسأل على أموري كلها. طب دكتور نيفين معاكي بقى شوي، انتي تنتبهي شوي على صحتك. في طاقات هيصير فيها عنف ومناقشات، لازم يكون عنا هدوء، وأهم حاجة نطالع صدقة جارية. كل الدنيا.